مناخ الخوف، أنا قلت أنه النظام قاعد يكرس في منظومة الخوف. يعني تشوف أن المجتمع المدني تقريبا دوره انحسر على في السنوات الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، ونحن أمام منافسة المفروض أن يقوم فيها المجتمع المدني بدور كبير، دور توعوي كبير، دور أنت مع مناضل عد عمره كله في المجتمع المدني، في المجتمع المدني وفي المجتمع السياسي. طيب كيفاش تقيم اليوم وضع المجتمع المدني وشنو الدور الموجود عديت عمري هذا كامل في المجتمع المدني وفي المجتمع السياسي. نعم. بالبدايات من اتحاد الطلبة وحركة الحقيقة بشكل متوازي. نعم. ماشي مع بعض، والاتحاد العام التونسي حركة الحقيقة، البداية السياسية، بداية السياسية الأولى حزب تونسي، هذا بداية السياسية في اليسار التونسي في بداية السبعينات. نعم. أقرأ في الكتاب بتاعي يعملها بالكتاب تجربة السياسية الأولى. واتحاد الطلبة حتى إلى الأخير، معناها أنا عضو برشا جمعيات. نعم. برشا جمعيات. طيب شنو دور لا قالها قصدا الحكايه. نعم. مش تستظهر، انا تو قالها قصدا بجوابي. كنت اقول دائما وابدا المجتمع المدني داعم لنضالات الاحزاب السياسيه. الاحزاب السياسيه هي الطليعه السياسيه، وانا في المجتمع المدني منخرط في النقابه، منخرط في رابطه حقوق الانسان، منخرط في منظمه العفو الدوليه، منخرط في المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي الاسلامي، جمعيه نفزاوة، يعني جمعيه منها منتدى عبد العزيز الثعالبي للثقافه الشعبيه، كذا كله. ولكن القيادة السياسية بالنسبة لي، وكان أغلب المجتمع المدني التونسي يرى العكس، يحب لما يجتمعوا مع مجموعة أحزاب يعطي القيادة يا سي عامر لجمعية أو الاتحاد. فبرز المجتمع المدني التونسي كقائد للنضال السياسي، وهذا خطأ فظيع. واللي خذاو جائزة نوبل الرباعي متاع المجتمع المدني الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين واتحاد الصناعة والتجارة، هم المسؤولين الآن على تراجع دور المجتمع المدني في النضال الديمقراطي. علش؟ لأن أعطوا السلطة للمجتمع المدني تاريخيا اللي كنت أعطيتها لك كمقدمة أنا. نعم. وهم في المواقع المتقدمة في النضال، وجات المعركة دي وخروا بكل وضوح، وخروا تراجعوا وتخلوا عن المعركة الديمقراطية اللي هم عندهم في حق. هم ما عندهمش حق في المعركة السياسوية الحزبية الضيقة الحكومية، هم عندهم حق في المعركة الوطنية الديمقراطية، دفاعا عن الديمقراطية، دفاعا عن الدستور، دفاعا عن المدنية، دفاعا عن الجمهورية. نعم. في المعركة هذه وخروا صديقي العزيز، وخروا لأسباب تتعلق بهم، لموقف إيديولوجي لهم من النهضة، من النهضة تحديدا. ها، فتخلوا. رابطة حقوق الإنسان كانت سباقة في الدفاع على كل ضد كل الانتهاكات لحقوق الإنسان. أنا مناضل في رابطة حقوق الإنسان تاريخي من اللي تأسست. سمعتني، هاي منظمة العفو الدولية مطلع موقف اليوم بلاغ، منظمة العفو الدولية مش تونسية، مش تونسية، تقعد أمينة لخط سياسي معين في السجناء السياسيين. الاتحاد العام التونسي للشغل كان يحب يحدد هو شكون يتعين وزراء وشكون رئيس حكومة وغير ذلك. وقع انقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية، هو يساعده لأنه لم يكن يرى الأمر انقلاب على الدستور، كان يرى الأمر إسقاط للنهضة. ويوم يؤكل الثور الأسود أو الأبيض، تؤكل كل الثيران وتلتاع الناس بنفس الجمرة، تحرق الجميع يا أستاذ عامر. احنا لما دفعنا على الديمقراطية وعلى الشرعية ما كناش ندافع على أرواحنا، كنا ندافع على تونس، كنا ندافع على الديمقراطية. احنا مناش احنا قايلين هم رجعوا انتخبونا احنا ونرجعوا نحن، احنا جايين مناش باش نرشحوا. يعني كانك حابة تقول انه على المجتمع المدني ان يتسامى على الصراعات الايديولوجية. المجتمع المدني غرق في الصراع الايديولوجي الى درجة انه هو كلاها، وان جاءت اجراءات ضده شيئا فشيئا، وانه المسائل الجمعيات ومسائل، يعني اسمع، كرة الثلج او لعبة الدومينو على بعضها الأحزاب تتساقط. وذا ما هيش لا هي عبقرية ولا هي إبداع ولا نبوة. اليوم بعض متطفلين طفيليين من باب الطفيليات، نقصد بها الفطريات، قاعدين يرتعوا في المواقع التونسية ويتكلموا ويحسموا ويسبوا في الأحزاب. وحتى واحد يقول شكون هذوما، هذوما شكون، من مين جاءوا هذوما، شكون هالأشخاص هذوما، شكون هالأشخاس هذوما اللي قاعدين الآن يسبوا طول عرض ويجرموا في السياسيين في قامات، شكون هذوما؟ لأن الشعب التونسي تخلى، المجتمع المدني في الشعب التونسي تخلى عن القضية الأساسية الجوهرية، أولا الديمقراطية وثانيا الحق. نعم.